نوع من الحلويات الفرنسية مشهورة جدا هناك اسمها كروكومبوش، زي ما مروة نوهت امبارح. طبعا هو اسم غريب شوية بس ده ما يشغلناش خالص، هو الاسم غريب لكن مكوناته سهلة جدا وموجودة في كل بيت. الكروكومبوش ده حاجة موجودة في فرنسا وفي كل حتة في العالم طبعا، يعني مشهورة جدا، بيستعملوها مش بس كنوع من الحلويات العادية، لا ده من كتر ما هو حلو جدا وبيدي شكل شيك قوي وفخم جدا بقوا بيستعملوه كبديل لتورتة الأفراح. فانا حابه جدا النهارده ان انا اكلم الناس اللي هي داخله على اي مناسبه سعيده، خطوبه او فرح او حتى عيد ميلاد، انه ليه لا ان انا ما استبدلش بقى تورته الفرح، وافكر شويه تفكير عملي واتجه للاتجاه ده، ان انا مكونات صغيره ورخيصه اعمل حاجه شكلها شيك قوي زي ما هنشوف دلوقتي، ونطلع منها فكره جميله وهايله وفي نفس الوقت طعمها مش عايزه اقول لكم حلو قد ايه. لما نشوف المكونات وطريقه الكروكومبوش هنعرف ان الكلام ده فعلا عملي وسهل جدا. مكوناتي في منتهى السهوله. الكروكومبوش بيتكون من ايه؟ معايا نص كوب دقيق او 65 جرام، معايا نص معلقه صغيره سكر، معايا ربع معلقه صغيره ملح، ربع كوب او 60 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه طبعا، نص كوب او 120 ملي ميه، 2 بيضه وفانيليا، ده اساسي. دي اول خطوه في الكروكومبوش. طيب الكروكومبوش هنقولها معلش المره الثانيه عشان اللي ما لحقش يكتب او يصور المقادير يلحق المره دي. معايا نص كوب او 65 جرام دقيق، معايا نص معلقه صغيره سكر، ربع معلقه صغيره ملح، ومعايا ربع كوب او 60 جرام زبده بدرجه حراره الغرفه، نص كوب او 120 ملي ميه، 2 بيضه وفانيليا. دي مقادير الكروكومبوش او بمعنى اصح عجينه الشو. طبعا كتير مننا يسمع ويعرف وعمل عجينه الشو، النهارده هنعملها مع بعض بكل بقى تكاتها وتفاصيلها الصغيره قوي اللي ممكن ما تلاقوهاش غير هنا عندنا في ست ستات ان شاء الله.